والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأعطران على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اليوم هو اللقاء قد يكون الأخير من لقاءات عبير رمضان التي أسأل الله عز وجل أن لا يقطع الله عز وجل عنا عبيره لا في رمضان ولا في غير رمضان إن شاء الله. اليوم هو الدرس 29 من دروس عبير رمضان، وأردت أن أجعل لها عنواناً الوداع المنهجي. عنوان لقاء اليوم، سألني الآن أخونا المخرج قال لي شو الموضوع اليوم، قلت له حصاد، فلا الموضوع هو الوداع المنهجي لرمضان، الوداع المنهجي لرمضان، كيف نودع رمضان؟ في ناس بتودع رمضان توديع عاطفي، في أنشودة بيعرفوها أهل الشام، فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا، حطونها بالأسحار، فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا، شيء جميل حقيقة. وأنا كل ما بسمع هذه الأنشودة واحد يعني، والآن الناس تتبادل هذه الأنشودة فيما بينها على الواتساب، شيء جميل ورائع وكلمات رائعة حقيقة. رمضان ضيف يعني ينتظره العارفون والمحبون من سنة إلى سنة، لكن هل يكون هذا توديع لرمضان؟ هل هذا هو الوداع المنطقي لرمضان؟ لابد أن يكون هناك وداع منهجي لرمضان يقوم على قواعد أكثر فاعلية من أي وداع عاطفي، صح ولا لا؟ ربنا قال في القرآن الكريم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقرن الله عز وجل بين الرحمة والعلم، بمعنى أن العاطفة الرحمة منشأها عاطفة، إذا لم تكن مقرونة بالعلم قد تؤذي صاحبها، صح ولا لا؟ هلا ابنك أنت تتمنى أن يكون عنده كل الدنيا، بس إذا أعطيته ممكن ما يعرف يتصرف، ما يحسن التصرف، فأنت رحمته لكن دون علم. كذلك هل وداع رمضان يكون مبنياً على عواطف فقط؟ كيف نودع رمضان؟ نودع رمضان وداعاً منهجياً فاعلياً من خلال قواعد، أولها مستوى العبادة. أول هذه القواعد مستوى العبادة. لا تتوقعوا أخواني أنه تكون عبادتكم بعد رمضان كعبادتكم في رمضان. وأعجبني واحد بعث لي هيك صورة ومعلق تحتها بالمنشور، يعني بسموه بوست، كاتب إنه مسكين برمضان ما في غير المؤذن والإمام بالجامع، يعني فضي الجامع وين كانوا كذا ويتخانقوا وبدنا صف السيارة وبدنا الدور وكذا وحط لي وما بعرف إيش وينهم. هلا واحد شوال بس تعالوا صلوا الفجر، واحد شوال لا استغفر الله، واحد شوال صلاة فجر الناس فايقة مشان صلاة العيد، تعالوا اثنين شوال بيعرف أخونا نادر صلاة فجر بتكمل أحيانا صف، ما بتكمل صفين، هي شغلة كتير كبيرة، هي تكون يعني شغلة يكون الليل قصير والناس سهران عم يلعبوا كذا شدة كذا، صف ونص. فلا تتوقع أن تكون العبادة أو مستوى العبادة في غير رمضان أن تكون كمستوى العبادة في رمضان. فمن الطبيعي أن مستوى العبادة في رمضان يكون عالياً، حيث كل من حولك شو بيساوي؟ يشجعك على العبادة، حتى زوجتك بالبيت، حتى أمك فيقوا على السحور، صح ولا لا؟ فيقوا الأولاد اشربوا مي، فرشوا أسنانكم، كذا، شيء جميل، حالة رائعة يشكرون عليها. لكن يا ترى من يوقظ أولاده على صلاة الفجر؟ قوم على صلاة، مشان بطنه حرام بيعطش بكرة، إذا ما شرب مي بيتعب،
شيء يشكر عليه بالمناسبة، نحن ما بس مشان بطنه من فيئه، مشان الصلاة حرام خلي نايم، يعني يشفقون عليه من الصلاة ولا يشفقون عليه من تركها، مفروض هو يزعل عليه إذا ترك الصلاة، ومشان بطنه حرام خلي ياكل فيئوه فيئوه. أنا واحد بعت لي مقطع، واحدة عم تفيئ ابنها على السحور، وابنها صغير يعني مو كبير، يعني عمره شي 10 سنوات، عم يبكي نايم متأخر، فعم تفيقه مشان بس يشرب مي، يبكي بده الطعميه السندويشة إجباري، حرام عم يصوم. طيب إيه بس خلص أكل نام حبيبي، طيب فيأتي وفيأ فيأ صلاة الفجر، يعني هو بينه وبين الفجر دقيقة، ما دام نحن حريصين على أنه نشجع أولادنا على الصيام فيأ صلاة الفجر. عرفتوا كيف أخواني؟ يعني كما أن هناك حرصا على الأمور الدنيوية وهي محمودة، ينبغي أن يوازيها حرص على الأمور الأخروية، حيث كل من حولك يشجعك على العبادات الجماعية وساعات العمل، بتداوم أنت كتلة الساعة مثلاً 4 وصيب ساعة 3 ساعة 2 اللي هو بتداوم كتلة ساعة 7-8 صرت تداوم ساعة 9 فكل شيء حولك يشجعك على رفع مستوى العبادة في رمضان. طيب القاعدة المطلوبة هي أن يكون مستوى العبادة بعد رمضان أعلى من مستوى العبادة قبل رمضان، وليس مستوى العبادة أثناء رمضان. يعني شو المطلوب؟ نحن ليش دخلنا مدرسة رمضان؟ شو استفدنا من رمضان؟ بس مشان يعني أوكي صلينا التراويح وصلينا خير إن شاء الله، شو الفائدة من مجيء رمضان؟ أنك أنت تكون بعد رمضان عبادتك أحسن من قبل رمضان. قبل رمضان ما في سنن، ما في صلاة وتر، أنا عم بحكي عن السنن ما بحكي الفرائض، الفرائض هذه منتهي منا نحن. طيب بعد رمضان يا رب أنا قضيت 30 يوما عم أصلي الوتر، بعد رمضان ما بترك الوتر أبدا، صلاة الوتر واجب عند أبي حنيفة سنة مؤكدة، ويقول سيدنا عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الصبح ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر. أنا عم بحكي عن سنن الفرائض هذه منتهين منا نحن، تمام؟ طيب إذا القاعدة الأولى أن يكون مستوى العبادة بعد رمضان أفضل مما كان قبل رمضان، كل واحد على حسب عبادته. أنا فهمت شو بقصد؟ أنا ما عم أقول إنه العبادة تكون مثل أثناء رمضان الكل بده يصلي، لكن شو استفدت أنت من رمضان؟ انك انت خرجت من رمضان الحمد لله عم صلي قيام لي، لازم ما ننام الا نصلي ركعتين قيام لي، تعودنا خلص، بس تترك العاده ولكل امرئ من دهره ما تعود، 30 يوم يعني تعود الواحد. طيب هذا اولا. القاعده الثانيه مستوى الهمه، انت اثبتت لنفسك انه برمضان انه همتك عاليه صح ولا لا؟ فاستطعت مضاعفة الصلاة، مضاعفة قراءة القرآن، ختمت القرآن ممكن أقل تقدير مرة واحدة، في واحد بيمر العمر كله ما بيقرأ القرآن كامل ولا بيفتح القرآن، وممكن تعطيه رواية أو مقالة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يعكف عليها لا يتركها حتى ينقضي منها، وإذا قرأ صفحتين بدي يخلقه، لا والله تعبان سبحان الله، يظل وراء ابليس حتى يترك، صح ولا لا؟ لذلك ينبغي اذا اردت ان توضع رمضان القاعده الثانيه ان ترفع مستوى همتك بعد رمضان، وليس المطلوب الاستمرار على المستوى الاولاني، لا بالعكس تماما. يعني علاقاتك الاجتماعيه كانت يعني مو كثير النعم، برمضان صرت تزور الناس أرحامك تتفقد كذا، أنا ما بحكي عن الخيام الرمضانية وترى اللي أنا أتكلم عن صلة الأرحام، تتصل بأختك الله خليناك والله أنا مقصر معك، نحن حسنة من حسناتك، أنا لما بشوفك بشوف ماما، أنت أمي وأختي شو هالكلام؟ شغلة كثير كبيرة صح ولا لا؟ هذه الكلمات الطيبة تغير أسر حياة كاملة، هذا فعلا إنسان استفاد من رمضان. أما بمجرد أنه طلع العيد تصير أخته بتشحد منه التليفون شحادة، قالوا ماني فاضي لك، أختك هي اتصلت زميلة ما بعرف وين بالعمل بالشغل بالجامعة شو عارفني،
أهلا وسهلا. لا لا هذا إزعاج، لا لا هذا إسعاد. شو إزعاج؟ أهلا وسهلا. لاحظت كيف؟ أخته أخته. لذلك من لطيف ما سمعت، باع نخوته من أجل شهوته، يعني فضل نخوته، عفوا فضل شهوته على نخوته. فبدك أنت تودع رمضان، بدك تشوف همتك بعد رمضان أعلى. اللهم صل على سيدنا محمد. فليس مطلوبا الاستمرار على المستوى، وإنما المطلوب أن ترفع من شأنك بعد رمضان. مستوى الهمة بعد رمضان ينبغي أن يكون أعلى مما كان عليه قبل رمضان، وليس أثناء رمضان. أثناء رمضان كلاتنا بالهوى سوا، صح؟ لكن بعد رمضان مشان تعرف أنك أنت استفدت. هلا مو واحد بيروح على الحج، راح وتكلف وحط واسطات وما بعرف مين، وذبحوا له وحطوا له الزينه وعلقوا له والحجي، وذبحوا له خواريف وقصص ومرحبا وكذا، وهالقلابيه ومي زمزم وتمر، شيء جميل. طيب بعد الحج كيف كان؟ وقبل الحج كيف كان؟ انا عجبتني احدى الاخوات، اتخانقت هي وجوزها الحجي، قالت لي هو قبل الحج وبعد الحج. يعني توقعناه بعد الحج، لا هو قبل الحج. علامة القبول، قال العلماء، علامة قبول العمل أن يعود الإنسان أفضل حالا مما كان عليه قبل العمل. بتكون شوفوا حالكم قبل رمضان كيف كنت أنت، وبعد رمضان انظر إلى حالك في همتك، في صلتك، في قراءة القرآن، في العبادة، وليس أثناء رمضان. إذن القاعدة الثالثة ارتفاع مستوى الهمة. ثالثا، قاعدة الرابعة، الارتباط بالقرآن. الارتباط بالقرآن، أقل شيء خلينا نحكي عن الحاضرين، الله يبارك في حياتكم جميعا، أقل شيء برمضان كم صفحة بتقرأ أخي نادر؟ لا يعني باليوم ممكن جزء أو جزئين برمضان. طيب قبل رمضان قديش كنت تقرأ؟ حزب، يعني صفحتين وربع. أنا قبلان صفحة، يعني لو كل يعني كل واحد واحد. النبي قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. لو كل يوم قريت صفحة صفحة، مهم أنه ما تقطع صلتك بالقرآن. طيب الآن عم يقرأ أخونا مثلا، الله يفتح عليه وعليكم إن شاء الله، جزئين. بعد رمضان لازم ما ينزلوا عن الجزئين، هذا الأصل. قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل قر يعني استقر خير من كثير فر. طيب المطلوب أن ترتبط بالقرآن الكريم، وأن تكون ذا صلة بالقرآن طيلة حياتك، لأن القرآن هو ربيع القلوب. القرآن ربيع القلوب. درجة الارتباط بالقرآن بعد رمضان أعلى مما كنا عليه قبل رمضان، وليس أثناء رمضان. فمن كانت صلته بالقرآن بعد رمضان أفضل من صلته بالقرآن قبل رمضان فليعلم أنه موفق. رابعا، القاعدة الرابعة، كم قاعدة صاروا الآن؟ أول قاعدة، لا أول قاعدة مستوى العبادة، ثاني قاعدة مستوى الهمة، ثالث قاعدة الارتباط بالقرآن، رابع قاعدة إدارة الوقت. كيف يعني تدير الوقت؟ برمضان في عنا تنظيم إجباري. ليش؟ لأنه أنت عندك الفطور الساعة 7:15، أذان الفجر الساعة 4، وخلينا ناخذ وما رح نقوله 10، 4:15 أرقام صحيحة. فأنت عندك وقت للنوم، تحدد أنه أنا بدي أنام كذا. عندك اللي بيشتغل وعنده عمل، عنده وقت للعمل، بده يجي يستريح مثلا قبل الإفطار، بده يصلي التراويح، بده يقرأ القرآن، بده يروح التهجد. دائما عن رتب حياته فيها الشهر. عندي برنامج، حاول انك انت تستفيد بعد رمضان ان تكون موفقا في اداره الوقت افضل من قبل رمضان. وهذا الامر واضح. لاحظوا اخواني، بس الفطور الساعه 7:15، صلينا المغرب كذا 7:30، دخلت مع زوجتك واولادك صليت المغرب ورجعت بدك تفطر. السحور مثلا الساعة 3 أو الساعة 3:30 اللي هو. فدائما في عندك مواقيت، خلي عندك أنت ميزان الوقت. الذي ينظم وقته يكون أسرع نجاحا.
ممكن واحد ما عنده تنظيم للوقت بس بينجح، بس بيضيع كثير طاقات، اما اللي بينظم وقته بينجح بسرعه. ممكن انسان بينجح وما عنده تنظيم للوقت لكن بيشتت يعني طاقاته ويتاخر، وممكن انسان ينظم وقته بشكل صحيح ينجز ما انجزه هذا الذي اضاع وقته. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. حتى النوم في رمضان صار له مواعيد محدده. صيب بتقول لهم انا اخونا نادر، انت حكيت لي انه قبل ترجع قبل الافطار بتقول لهم بدي نام نص ساعه، بدي نام، يعني بترتب امورك للنوم وللطعام. ومعلوم ان الإدارة الفعالة للوقت تضاعف الإنتاج بدرجات كثيرة، وأثبتت كل واحدة من هذه القواعد أن رمضان شهر متميز، وأن رمضان مدرسة لا يستطيع أن يتخرج فيها إلا المتفردون وإلا المتميزون. واحد إلى أخي أنا جامعة شو اسمها أحسن جامعة هارفارد، جامعة هارفارد وين هي؟ بمنهاتن؟ وين؟ بوستن. طيب انه شغلة كتير كبيرة وكذا، وشوف فعلا جامعة وابحاث وقصص وبتخرجوا فيها شغلة كتير كبيرة. طيب انت برمضان تقدر هيك تقف تقول يا ها ام اقرأوا كتابي، الحمد لله الله وفقنا 30 يوم بفضل منه وكرم منه واحسان، فضل منه مو مشان ما يفكر حاله هو، يعني فضل من الله. يا رب لا تحرمنا لذة مناجاتك لا في رمضان ولا في بعد رمضان. يعني إذا فكر الإنسان بهالطريقة يكون قد حقق قواعد وداعي رمضان الصحيحة. والقاعدة الملخصة في هذه الاستمرار بتنظيم وتوزيع الأوقات بعد رمضان، وإلا فقدنا الهمة والاستمرارية التي كنا عليها في رمضان. خامسا، ضبط النفس. رمضان قدامك الأكل وشي بتحبه تماما، ما حدا شايف في حل. لو واحد فات على المطبخ وهو صايم فتح البراد أكله شي 15 كوساية، حدا شافه شي؟ حدا دري شي؟ بيقعد على السحور، عفوا على الإفطار، أدان ما أدان ويتفاعل، في حدا بيعرف؟ من هنا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يعرف سرها وإخلاصها إلا الله. ما حدا بيعرف إنه صايم. هلا في يعني بيحكوا نكتة إنه كان واحد إنه يعني عينك يتسحر هو يفطر ما يصوم، قال لهم أخي تركنا نحن الفريضة نترك السنة. هيك في ناس هيك عقلهم إنه بيحضر الفعاليات، أو في واحد شو بيساوي بيتسحر، خلص الترتيبات كذا هيك حتى تطلع الشمس بيضل عم يتفرج على التلفزيون حتى ينام. يفيقوا الساعة 7:05 المغرب مشان يعني يغسل وكذا يفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني لك صمت. يعني شو الصيام هذا؟ قضاها نوم كامل. لك أخي رمضان سبحان الله السنة مر لطيف وسهل ما شاء الله، كان ميسر كثير، هو أضاء كلياته نوم، صح ولا لا؟ كثير ميسر. واحد مسكين عم يداوم من الساعة 7 الساعة 8 ونايم، يعني يا دوب نايم له ساعتين، رجع من التهجد الساعة 2:30 فيأت مرته الساعة 3:30 تسحر، رجع نام له ساعة بعد هذا وراح الدوام نصه نايم. هل يستويان مثلا؟ طبعا لا. ضبط النفس. ساهمت مدرسة رمضان في أن تعلمنا ضبط النفس والامتناع عن رد الإساءة، وعلمتنا أن نرى ما لذ وطاب ونترك هذا ابتغاء وجه الله. فمن باب أولى أن نترك العادات السيئة المحرمة بعد رمضان. تمام؟ تعودنا 30 يوما، وهي المدة اللازمة لتغيير العادات حسب الدراسات العلمية، أن نضبط انفعالاتنا. والمطلوب بعد رمضان كقاعدة الاستمرار في ضبط النفس عدم العودة إلى العادات المرذولة التي كانت موجودة فينا قبل رمضان. كم وحدة صاروا؟ 5. سادسا، فذكر الله مرهم كل جرح وذكر الناس داء أي داء. سادسا، ذكر الله تعالى. برمضان تعودت ألسنتنا على إيش؟
على ذكر الله، بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، دائما في ذكر. رأيت شيء أمامك أستغفر الله، ماشي بالسوق وأنت صائم، وحتى أنت مفطر طبعا ما بيجوز، بس نقول هو صائم الإنسان، دائما عنده ذكر لله، يذكر الله بلسانه وبحاله. يعني أنا هون الذكر ليس اللسان فقط، وإنما هناك ذكر في القلب. قال تعالى: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه. ما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا لسانه، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه. فالغفلة في القلب، ممكن إنسان لسانه ذاكر قلبه غافل، لسانه ذاكر عم يذكر سبحان الله، سبحان الذي خلقك أخي، سبحان الخلاق أخي، سبحان من خلق الجمال وأبدع، اللهم صل على سيدنا محمد. في ناسك أنا لا أمزح، فهذا لسانه ذاكر وقلبه غافل، قرأ وما درى، لسانه ذاكر وقلبه غافل. الله. والمطلوب بعد رمضان استغلال كل وقت لذكر الله عز وجل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. انت رايح شغل، شغلت السيارة، رايح الصبح ماشي، بتحط فيروز، بتحط البدكاء، انت حر، ما دخلنا نحن، انا ماني طبعا بدي، انا لست ضد الغناء، استغفر الله، انا اقول استغفر الله، في المشايخ بزعلوا من هذا الكلام طبعا. الغناء كلام، الغناء شو حكمه؟ كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والإمام الحجة الإمام محمد ابن محمد الغزالي أو الغزالي، المتوفى 505 هجري، يقول: من لا تحركه الأوتار ولا يميل مع الأغصان فالحمار خير منه. الله فطر فينا نحن على حب الكلمة الطيبة وكذا. الغناء ما في مشكلة، لكن شريطة ألا يكون فيه كلام بذيء أو فيه إساءة أو عورات أو كلام فارغ أو إلحاد أحياناً بالله عز وجل. أما إذا كان منضبطاً كذا فهذا شيء طيب. المهم أنت رايح الصبح على شغلك، يعني اذكر الله. أنا مو حافظ قرآن، خير إن شاء الله، مو حافظ قل هو الله أحد، حافظه لبين ما توصل على مكتبك، اسحب لك 100 مرة قل هو الله أحد، تدخل غير شكل. إذا كنت معصب، إذا كان جايك إيميل زعجك، إذا بتدخل أنت سكينة، دخل واحد بالعمل جهل عليك ألا الأدب، أنت جاي ذاكر الله، ولا همك، بسيطة بتصير، ولا همك، خلص لعيونك. شوفوا الأسلوب اللطيف، ليش؟ لأنك أنت ذاكر الله عز وجل، الطاقة السلبية كلها راحت. الشياطين، ما حكيت لكم عن هذا الفي إلا لمرته، لا حدا يحكيني إلا بعد 3/4 ساعة، 45 دقيقة حتى يتحرك الموتور، عنده لئيم وما بيحكي مع حدا، بيكسر البيت كله إذا حدا حكى، لا حدا يقرب عليه إلا بعد 45 دقيقة. في ناس هيك طبعا، يشرب القهوة والترتيبات وكذا، صحتين بس. القرآن، شوف عظمة سيدنا محمد، أول ما تفتح عيونك الحمد لله، أول كلمة عم تذكر الله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ليه؟ لأن النوم موت. الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النوم هو موت صغير، فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني في واحد بينام، الله بيكتب عليه الموت، يمسك روحه، ما بفيق. في ناس نامت ما فائت صح، ويرسل الأخرى بفيئه إلى أجل مسمى حتى يجي أجله. إن في ذلك لآية لقوم، سورة الزمر، يتفكرون. قال عليه الصلاة والسلام: والله لتموتن كما تنامون، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون. وجاء في الأثر: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. هن نايمين بس لما بيموت الواحد بينتبه. لذلك من دروس رمضان أو من قواعد وداع رمضان أن نذكر الله دائما. ويعني بعد رمضان لازم يكون قبل رمضان أفضل، يعني بعد رمضان أفضل ما أنت كنت عليه قبل رمضان. استغلال كل وقت لذكر الله عز وجل. طيب، واحد واقف زحمة بده يروح يساوي معاملة، إن كانت في دائرة حكومية أو خاصة،
مو بجماعة هدول بدق الكرت بيقعد بيستنى بيطلع كل ساعة على الرقم. طيب انت قاعد صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيضحكوا علينا احسن ما واحد ماسك الموبايل، صلي على النبي، اقرأ قرآن، اذكر الله دائما. اللي بيذكر الله اخواني، الله قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شو معنى كثيرا؟ يعني دائما في كل حال. جربوها، اللي عنده هم بيروح همه، هي مجربة. الله لا يجرب، الله لا يجرب، لكن إذا واحد داء العسلات بيتنغص لك دون. أنا قد ما حكيت لكم هلأ عن العسل، إذا ما دوقتنا شو بدنا؟ فبدكم تذوقوا حلاوة ذكر الله، جربوها. الشيطان إذا واحد بدأ بالذكر والله صار كتير، خمس دقائق طولنا كذا شو بدنا، يعني بيجيب له هم الدنيا كلها. أما إذا سوى أي شيء ثاني ولا كان في شيء. ليش؟ قال تعالى عن المنافقين، أسأل الله أن لا نكون منهم وأن لا يكتبنا معهم. قال تعالى وإذا قاموا إلى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة شو الله قال؟ قاموا كسالى. انتبهوا شو كملت الآية، يراؤون الناس، قدام الناس عامل حاله أنه هو نشيط، الله أكبر بسم الله الرحمن، ما شاء الله عجيب، يراؤون الناس، هو من جواته يمكن مو متوضي. طيب كمالة الآية، كملوا الآية، يراؤون الناس، قال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكافرون لا يذكرون الله، بس المنافق يذكرون الله بس شوي، إمتى؟ صارت له شيء مصيبة، قدم على معاملة، يا رب تطلع الأبروفل تبع التأمين، يا رب مش ما ندفع. ليش؟ هو شو عم يفكر؟ عم يفكر بالمصلحة، لما بده مصلحة بيذكر الله، خلصت مصلحته. قال تعالى مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. سابعا التلفزيون. نحن أخواني طبعا، يعني أنا بدي أحكي هلأ شيء شخصي ما له علاقة لا بالدين ولا إمام جامع ولا موعظة. أنا طبيعتي لست من المتابعين للتلفزيون، يعني في واحد ما دخلوا بالتدين أو بس طبيعته ما بيحب يتفرج على التلفزيون، خاصة شو كل التلفزيونات شو بتعطيك في الغالب؟ طاقة سلبية، ما بتفتح قناة إلا فلان مات وفلان احترق وفلان هدم وفلان وفلان، يعني كلها في الغالب أخبار سلبية. طيب إذا بدك تروح تروي عن نفسك، بشككوك بالله، بشككوك بالسنة النبوية، بتطالعوا لك وحدة رقاصة قاعدة عم تحكي لك بالأحكام الشرعية، ومين قال إنه الرقص حرام؟ جائز وكذا، فصرت أنت أولادك تشوشوا. والله لأتيحن فيهم فتنة تذر الحليم حيران، الحليم حيران. قنوات تشكيك بالسنة، تشكيك بالقرآن، تشكيك بالله عز وجل، القنوات اللي بدها يعني تربح بتحط لك قضايا سخيفة وبذيئة، حتى بالأفلام الكرتون زنا محارم، الأخ بيحب مرت أخوه ما بعرف مين وكذا، خرابيط هيك هيك هيك، بيحطوا لك برنامج، جيبوا لك شيخ هيك نص ساعة مشان يعني ما يطلبه الجمهور، يعني في عنا متدينين يتفرجوا شوي للأسف. المهم أنا هيك هذا استطراد شخصي ما دخله. ساعات متابعة التلفاز في رمضان كيف كانت؟ في ناس مريض باسمه شيء اسمه مسلسلات رمضان، يعني ممكن عقله يعني بيقعد يفكر بالموضوع. في واحد حكيت لكم عنه انه بيتفرج على مسلسلات ايمتى؟ بعد رمضان على اليوتيوب، بس ايمتى؟ بيقعد بيتفرج 30 حلقة قاعدة، يعني بيحصر حاله وما بيقوم وكذا. هذا انا بعتبره اقل ضررا من انه اللي كان يضيع. عم نحكي عن اللي ما كان يتفرج على التلفزيون برمضان، مشغول بالعبادة، ينبغي ان يكون بعد رمضان كما كان برمضان، يقلل متابعة وتضيع الاوقات بالشغلات بلا طعمه طبعا. اما اذا يتابع الاخبار حتى يهتم بامور الناس وامور الخلق وكذا، هذا ما عم بحكي عنه. انا بحكي عن بيقعد له ساعتين ثلاثه عم يتفرج على مسلسلات بلا طعمه، ومسلسلات مو بلا طعمه، مسلسلات تبني مفاهيم خاطئه في اذهاننا. كم وحده صاروا؟ سبعه.
الله. يعني هدول السبعة مين بيعيد لنا اياهم حتى نختم؟ أول وحدة العبادة، العبادة. ثاني وحدة مستوى الهمة. ثالث وحدة الارتباط بالقرآن. رابع وحدة بعد الارتباط بالقرآن منقلكم. نعم العلاقات الاجتماعية. خامسا ضبط النفس. سادسا ذكر الله. سابعا التلفزيون. هدول راقبوهم، شوفوا حالكم قبل رمضان ولا بعد رمضان. صلاة العيد إذا بكرة في صلاة، إذا كان غدا هو الأول من شوال، صلاة العيد في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي تكون الساعة السادسة بإذن الله تعالى. ومن السنة، شو اسمه هذا العيد؟ اسمه عيد الفطر. قبل ما تطلع صلاة العيد افطار، لأنه الصيام حرام. سبحان الله، الصيام حرام، الصيام يصير معصية حرام. فأنت بكرة جاي، إذا كان بكرة عيد إن شاء الله، تعال أفطار وكبر، يبدأ التكبير من بعد صلاة الفجر. وحاولوا ما تطلعون البيت إلا تاكلوا شيء حلو وتفرحوا هالناس اللي بالبيت، وجيب مرتك وولادك على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يخرج الجميع إلى صلاة العيد. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يخرج الجميع إلى صلاة العيد حتى يشهدوا الخير. الكل جيبهم على الصلاة، خليه يحضروا الخير، خليه يصلوا. تبدأ يومك بالصلاة غير شكل. بس اوعى تتورطوا دغري بالأكل، يعني معدتك أعطيها حق، لأنه بكرة بياكل هون حلو، بعد ساعة راح أكل هون حلو، أنت عند الثاني حلو، خواريف. مسكين المستشفيات، الله يعافي جميع المرضى يا رب. المستشفيات تمتلئ بسبب التخمة. شوي شوي حنانيك، بكرة في عنا ستة من شوال، 30 يوم صمناهم، ضرب 10 من جاء بالحسنة فلا 10 أمثال، قديش؟ 300 و6 أيام، 60، يعني 360 من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا رمضاننا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وأعد علينا رمضان سنوات عديدة وأياما مديدة، ولا تقطع صلتنا بك لا في رمضان ولا بعد رمضان. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى نلقاك وأنت راض عنا. إلهنا مولانا رب العالمين، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين مطمئنين مستبشرين بالجنة. يا رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اجعل هذا العيد عيد خير وأمان وسلم وسلام على جميع بلاد العالمين. فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، فإنك ترى ما نزل بهم يا رب. احقن دماءهم، صن أعراضهم، أمن خوفهم يا أرحم الراحمين. أصلح لنا أولادنا، أصلح لنا بناتنا، أصلح لنا أزواجنا، بارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. بكرة إذا كان 30 نتابع إن شاء الله.